مرحبا بكم في أمريكا تشارت. هنستخدم أدوات التحليل الفني الكلاسيكي لمراجعة وتحديث الرؤية قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل في سهم هولوجرام بناء على طلب المشاهدين. كلنا عارفين إن السهم مؤخرا حصل فيه دمج، كل 20 سهم بقوا سهم واحد، وده معناه إن مقدار الأسهم الحرة للتداول في السوق انخفض عددها بمقدار الخمس. طيب تعالوا بقى نمسح كل الخطوط القديمة، لأن واضح جدا إن طبعا ملهاش أي أهمية لأنها كانت على أسعار قديمة. نمسح الخطوط مع بعض remove drawings ونرسم من أول وجديد. ننتقل للرسم البياني الشهري. طبعا الأرقام اللي هنقولها دلوقتي تبدو وكأنها أرقام مرعبة، ألفات بقى، لأن رأس مال الشركة تكدس في عدد أسهم أقل، فطبيعي الأسعار تبان مبالغ فيها، لكن بما إن حصل اندماج لكل 20 سهم في سهم واحد فده طبيعي جدا. طيب تعالوا نرسم الدعوم والمقاومات الشهرية المهمة. طبعا أهم دعم ومقاومة أو أهم مستوى شهري إذا ما شئنا الدقة عند مناطق 2000 دولار. ليه 2000 دولار؟ مرة واثنين وثلاثة طبعا، ومش بس كده، في ال3 مرات دول المرة دي تعتبر مرتين منفصلتين، والمرة دي مرتين منفصلتين، لأن إغلاق الشهر السابق بيبقى مش قادر يتجاوز ال2000، وافتتاح الشهر الذي يليه مش قادر يعدي معاها ال2000، ونفس القصة هنا، وادي المرة الرابعة. فإذا ما شئنا الدقة 1 2 3 4 5 6 6 مرات متتاليات لم يتمكن هولوجرام من تجاوز 2000 دولار، وهذا الرقم وقتها ما كانش كده، كان مقسوم على 20. فنخلي بالنا كويس جدا ان الارقام دلوقتي اختلفت بسبب الاندماج او التقسيم العكسي. طيب هننتقل للرسم البياني النسبي علشان بس نشوف لو في قيعان او قمم شهرية تستحق ان ترسم، لان لو رسم بياني عادي مش باينة قوي ومش واضحة قوي. فهنلجأ بس للحظة ما لرسم بياني نسبي علشان نرسم مستوى شهري آخر في منتهى الأهمية عند مناطق 282، وأكرر هذه الأرقام بعد الدمج الحاصل، وقتها ما كانتش الأرقام كده. طيب ليه 282 مهمة؟ اختبرها مرة واثنين وكون عندها قاع مرة واثنين، فده مستوى شهري مهم، وقتها كان دعم، بعد الكسر عمل كايه؟ مقاومة. والمقاومة دي بقى اللي هي عند 282 هي ما تسببت من ساعتها في الهبوط الحالي. وعلى ذكر الهبوط الحالي بقى، وعشان هننتقل للرسم البياني الأسبوعي، عايز ألفت نظرك لحاجة. كلما ظهر في الشموع الشهرية ظلال سفلية، ده معناه ان اثناء الشهر يحدث ضغطا بيعيا قويا، ويتم امتصاصه او امتصاص جزء منه نوعا ما بدفع شرائي للاعلى، بالرغم من ان الشموع الثلاثة هي شموع سوداء، الى ان في باطنها مشتري بدأ يواجه البائع بقوة، ولم يعد البائع مسيطرا بالكامل على اتجاه السهم كما كان في السابق. واخر 3 شهور كده يبدو ان في شيء من التماسك في سهم هولوجرام، وواضح جدا من ظلال الشموع اليابانية الشهرية في اخر 3 شهور على الرسم البياني الشهري. نرجع لمعيار الرسم العادي وننتقل للرسم البياني الاسبوعي. لما ننتقل للرسم البياني الأسبوعي برضو إلى حد ما هنحتاج ننتقل لنوعية الرسم البياني النسبي أو اللوغاريتمي علشان نشوف بس الدعوم والمقاومات بشكل أفضل، ومش هنركز بقى على طول الرحلة دي، يعني احنا بالكتير قوي محتاجين خطين أو 3 كدعم ومقاومة، أهم ما فيهم وهو بعيد كمقاومة لكن مهم عند مناطق 31 دولار و70 سنت، خلينا نقول مجازا 31 دولار او 30 دولار ونص، مش هتفرق كتير.
لكن الأهم بقى المناطق اللي احنا فيها دي محتاجين نحدد المقاومة عند 12 دولار. طبعا أكرر للمرة الثالثة أو الرابعة، كل الأرقام دي اتغيرت بعد الدمج اللي حصل، بعد التقسيم العكسي اللي حصل، 20 سهم اندمجوا في واحد، فعشان ما تستغربش الأرقام. طيب ده آخر مقاومة وأهم مقاومة على الرسم البياني الأسبوعي عند مناطق 12 دولار تقريبا. نرجع للرسم العادي تاني وننتقل إلى رسم بياني يومي عشان ندخل في التفاصيل قصيرة الأجل. هنبدأ بقى نلاحظ حاجات مهمة جدا. أول حاجة، بدأت أحجام التداول تزيد أثناء الارتداد لأعلى، زي المنطقة دي كده أحجام التداول فيها زادت جدا أثناء القفزة اللي حصلت تقريبا في شهر أغسطس الماضي، وطبعا في نفس يوم التقسيم حصل الجنان اللي احنا شايفينه ده، هذا الجنون. حجم التداول ده أعلى أضعاف 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 متوسط حجم التداول العادي، وده حصل بعد الدمج. يعني المفروض حجم التداول ده المنطق والعقل بيقول انه يحصل بعد التقسيم، عدد الأسهم لما تزيد طبيعي حجم التداول يزيد، فإن حجم التداول ده يزيد بالشكل ده بعد الدمج دي إشارة كويسة. طيب احنا طبعا واضح ان لينا صفقة افتراضية مفتوحة في السهم، مش هتكلم عنها دلوقتي لان احنا ممكن او انا ممكن اضيف مراكز افتراضية اخرى للمراكز المفتوحة، لكن ده مش موضوعنا دلوقتي. خلينا نركز على الرؤية قصيرة الاجل اللي اظن نمتلك مقاومة قصيرة الأجل حول 9 دولار، نلونها باللون الأخضر معبرين عن الرسم البياني اليومي والرؤية القصيرة. 9 دولار أهي، ودعم آخر يومي قصير الأجل حول 4 دولار. ده معناه إن السهم لو اتحرك فيما بينهما في اتجاه عرضي مؤقت، ده معناه 100% في كل جولة. إزاي؟ ركز معايا كده، آدي 9 وآدي 4، أهي آدي 9 وآدي 4. ده معناه إن لو افترضنا بعدما تمكن هولوجرام من التخلص من الاتجاه الهابط السابق، معناه إن الهبوط لما يليه صعود هيبقى المكسب قرابة 100% أو أكثر قليلا حسب الدخول والخروج الافتراضي، وهكذا كل جولة صاعدة من 4. إذا كان من 4 ل 8 بس ده 100%، فما بالك من 4 ل 9. لكن طبعا انا بفترض ان الاشارات عندما تأتي جزء من الحركة بيضيع في تأكيد الاشارة عند الدعم، وجزء من الحركة بيضيع في تأكيد الاشارة عند المقاومة، فمجازا خلينا نقول اضعف الايمان 80%، وده رقم محترم جدا مضاربيا فيما بين الدعم والمقاومة على اتجاه عرضي محتمل قصير الاجل في سهم هولوجرام بعد الدمج. طيب ليه الاتجاه مش هابط؟ هنا بقى معلش استسمحكم نرجع للرسم البياني الاسبوعي ونلجأ للرسم البياني اللوغاريتمي تاني، علشان اقول لك ان الاتجاه الهابط انتهى فعلا. اهو رسمنا خط اتجاه هابط قبل كده مع بعض، الناس لو فاكراه يعني هذا الاتجاه الهابط كنا رسمينه سوا على الرسم البياني الاسبوعي على المعيار النسبي، وطبعا واضح انه في طريقه الى الانتهاء. طبعا احجام التداول بتسبق حركة السعر، وباين برضو على حجم التداول الاسبوعي ان الشمعات الشرائية، معلش بقى اسفين على الازعاج اللي بيحصل من الشارع ده، لكن ما عنديش استعداد اقفل واعيد المونتاج تاني يعني، فسامحوني بقى معلش. الشمعة الشرائية دي بحجم التداول المرتفع ده، دي مش اخلاق سهم اتجاه هابط، بالرغم انه كمل نزول، الا ان الشمعة الشرائية الاخرى دي اللي هو الاسبوع اللي احنا فيه بحجم التداول المجنون ده برضو مش اخلاق اتجاه هابط، مع اغلاق فوق خط الاتجاه الازرق المكسور خلال جلسات الاسبوع الحالي، اظن خلال ايام معدودات سيتم القضاء على الاتجاه الهابط الطويل الاجل الاسبوعي الذي كان يعاني منه سهم هولوجرام. طيب يبقى بالنسبة لنتائج او على الرسم البياني اليومي كسره، يعني احنا حتى لو انحدر فوق منه
قليلا خلال الجلسات القادمات لو صحح ولم ينطلق لأعلى، فهتبقى فرصة ممتازة لمراقبة إشارات فنية لمعاودة إضافة كميات افتراضية جديدة في سهم هولوجرام، نظرا لاعتبار هذا الخط على انه دعم بعدما كان في السابق يعمل كمقاومة. لا قدر الله لو التصحيح واصل الهبوط هيلتقي مع الدعم الاخر اليومي الافقي قصير الاجل حول 4 دولار، ووقتها يبقى دعما مزدوجا اقوى واقوى. ما ظنش انه هيروح لهناك، وان كنت اظن لو استمر التصحيح ممكن يتوقف حول 4.90 دولار او 4.60 دولار. ليه؟ علشان ظلال الشموع التي امتصت الضغوط البيعية ما قبل الدمج وفي نفس يوم الدمج، اظنها ستكون مناطق دعم قصيرة الاجل ولكن قوي. انا عن نفسي هراقب قدرة هولوجرام على اعطاء اشارة فنية جديدة بدخول افتراضي، ممكن اقوم ببعض التداولات الورقية واضيف كمية مراكز افتراضية جديدة للمراكز الافتراضية المفتوحة القديمة، مع العلم ان اي متاجرة افتراضية يجب العلم ان المخاطرة فيها مرتفعة للغاية، لان السهم زبزبته مجنونة وبيقطع 100% التي ذكرناها في اقل من اسبوعين، فده معناه انه very high risk trading opportunity، وبالتالي الكاش الافتراضي يجب الا يزيد ابدا عن 1% في اي صفقة افتراضية فيه، لانه غاية في المخاطرة نظرا لعنف الزبزبة. يعني حتى في يوم الدمج الزبزبة كانت بمقدار تقريبا 100%، لان اقل سعر وصل لي قرب ال4.5 دولار واعلى سعر وصل لي قرب ال8 دولار، يعني انت بتتكلم ما بين 90% ل95% من قيمته في يوم واحد زبزبة. وده ما حصلش بس عشان الدمج، ده قبل كده حصل في ايام تانية وما كانش فيها دمج ولا حاجة ولا تقسيم. فالسهم بطبيعته البيهيفير بتاعه، اخلاقه، طريقة تحركه زبزبة عالية للغاية، وبالتالي دائما المخاطرة فيه مرتفعة جدا. فنراعي ان اي تداول ورقي فيه واي متاجرة افتراضية النسبة الكاش الافتراضي المستخدمة لا تزيد عن 1% حدا اقصى في محاولة لتقنين المخاطرة الموجودة في جينات هذا السهم. طيب نتكلم عن المستقبل البعيد شوية. لو تمكن من كسر 9 هيواجه 12 امتدادا الى 13 و14، ومش هتبقى مناطق سهلة التجاوز، وهيبقى كسرها صعب جدا وهياخد وقت طويل حولها، فلا نريد ان نستبق الاحداث ونكتفي بالرؤية قصيرة الاجل الحالية. ولو حد عايز يعرف صمام الامان للمراكز الافتراضية المفتوحة، للأسف بعيد بعيد قوي، ودي برضو من عيوب المخاطرة المرتفعة، لان صمام الامان للمراكز الافتراضية عند اخر قاع يومي قصير الاجل حول 4 دولار، وانت بتكلمني في سهم قرب 6، يعني انت عايز تقنعني ان صمام الامان على بعد 50% من سعر السوق الحالي، ده جنان. لكن للأسف هذه هي طبيعة السهم، وعشان كده مش مناسب للجميع، عشان كده السهم ده مش مناسب للجميع، ومش اي حد يتقبل المخاطرة المجنونة فيه. هو ليه الناس بتتقبل مخاطرته المجنونة الرهيبة دي؟ على امل الارتدادات المجنونة اللي احنا بنشوفها في وقت لاخر، القفزات الغير عادية دي هي دي اللي مخلية الناس عندها امل وقبول لعنصر المخاطرة المجنون المرتفع الحاصل في سهم هولوجرام. لكن للأسف صمام الأمان غاية في البعد عن سعر السوق الحالي، للأسف الشديد المخاطرة مرتفعة على الاثنين، من يمتلك ومن يريد أن يمتلك، المخاطرة غاية في الارتفاع. أظن كده رؤية سهم هولوجرام اتضحت، خاصة بعد الدمج الحاصل بناء على طلب المشاهدين. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.